السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف برنامج اسمه أو في بي إكس كونفرتر. البرنامج ده بيعمل إيه؟ بتروح أنت تدخل أي ملف عندك يكون امتداده أو في بي إكس وتحوله لأي امتداد تاني، ممكن تروح تحوله لدي إكس إف أو أو بي جي أو دي إي إي، أو ممكن تحوله لإف بي إكس مثلا 2006 أو 2010 أو 2013 زي ما أنت عايز. تمام، بقول له آد وأضيف الملف اللي أنا عايزه، وباجي هنا أروح مختار الحاجة اللي أنا عايزها، وبعد كده اروح قايل له ايه كونفرت، فهو راح حول. ممكن هو اعمل اد اف بي اكس اكسبلور، استعرض الملفات اللي هي الاف بي اكس، تمام، او ممكن اعمل تيك مانجر او اف بي اكس فيور، اروح مدخل الاف بي اكس واشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. فايل ده مثلا ملف ال اف بي اكس اهوت، تمام. فهو برنامج سهل ولذيذ ومجاني، ممكن تحمله من موقع اوتوديسك ببلاش، تمام.